والله الوضع صعب كتير كتير إلي. أنا ساعة ونص هلأ هون ناطر على المحطة ويمكن يوصل الدور إلي يمكن لا. الحالة هيدي ما بقى تنطاق أبدا أبدا أبدا. بالنهاية نحن شوفيرية تاكسي بدنا نعيش، عم نسترزق نحن من وراء البنزين لقوتنا اليومي. بقى ما بعرف نحن لوين رايحين. بسم الله على الزعمة اللي عنا اللي بتطلع كل يوم بتعمل تصريحات وبتعطي وعود وبالنهاية ما في تنفيذ. وضع يعني شو بدي اقول لك، يمشي ماشي صار الواحد احسن له، ما فينا نقول لك غير هيك. الله يفرجها. Thank you.